إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها، بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم، وأهلا بكم مع شاعر جديد من نوابغ الشعراء. شاعرنا اليوم قد لا يعرفه كثير من الناس، لكني انتقيته لأنه شاعر غزل مقدم من شعراء أهل المدينة، وهو معدود في الفقهاء والمحدثين. فتأملوا لشاعر محدث فقيه يقول الشعر، ولكن أي شعر؟ يقول شعر الغزل الرقيق الذي ينافس أغزل الشعراء. وما هذه الأبيات التي بدأت بها إلا قطعة من مقطوعة غزلية له في غاية الجودة. دعونا نبدأ أولاً بتعريف هذا الشاعر. هو عروة ابن يحيى ولقبه أذينة، يعني لقب يحيى أذينة، لذلك هو معروف بعروة ابن أذينة ابن حاء ابن مالك ابن الحارث الليثي، وهو من المحدثين كما قلت والفقهاء، وقد حدث عنه الإمام مالك بن أنس فقيه المدينة وصاحب المذهب المعروف، وحدث عنه عبيد الله بن عمر العدوي، ولكن الشعر غلب عليه، وهو القائل: لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وقد جمع ديوانه الدكتور يحيى الجبوري، فهو ديوان مطبوع، من أراد أن يرجع إليه يمكن أن يعود إليه. دعوني أولا أبدأ بخبره مع هشام بن عبد الملك، هذا الخبر الذي انتشر وشاع في كتب الأدب، ذلك أنه يروى أن عروة قدم مع جماعة من الشعراء من المدينة إلى دمشق الشام، فذهبوا إلى هشام بن عبد الملك. طبعاً الشعراء كانوا كما تعلمون يأتون إلى الأمراء وإلى الخلفاء يمدحونهم وينالون من العطيات ما ينالون، فلما دخلوا على هشام انتسبوا له وسلموا عليه، فقال هشام: ما جاء بك يا ابن أذينة؟ يبدو أنه يعرفه. فقال: أتينا نمت بأرحامنا، وجئنا بإذن أبي شاكري، فإن الذي سار معروفه بنجد وغار مع الغابر، إلى خير غندف في ملكها لباد من الناس أو حاضر. فقال له هشام: ما أراك إلا قد أكذبت نفسك، حيث تقول: لقد علمت وخير القول أصدقه، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. طبعا عناه الأمر بمعنى أتعبه وأهمه، فتابع هشام فقال: وأراك قد جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق. فقال له: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فبالغت في الموعظة، وأذكرت ما أنسانيه الدهر. وخرج من فوره إلى راحلته فركبها، ثم نصها راجعا نحو الحجاز، نصها أي استخرج أقصى ما عندها من السير. يعني في الواقع حزن أشد الحزن، ما هذه المقابلة التي قابله بها هشام؟ تقول الرواية: فمكث هشام يومه غافلا، فلما كان الليل قال: يعني أنت جاءك رجل من قريش وقال حكمة ووفد إليك، فجبهته بمثل ما جبهته ورددته عن حاجته، ثم إنه شاعر ولا تأمن ما يقول عنك،
فلما أصبح، لما أصبح الصباح، دعا رسوله فقال: هذه 1000 دينار، اذهب بها إلى عروة في المدينة وأدركه قبل أن يلحق بأهله. تقول الرواية: فذهب الرسول في إدراك عروة، فما أدركه إلا وقد أغلق عليه باب بيته، قرع الباب، من في الباب؟ رسول أمير المؤمنين، ماذا تبغي؟ أمير المؤمنين يبلغك السلام وقد أمر لك بعطاء، وهذا هو العطاء 1000 دينار. فقال: بلغ سلامي أمير المؤمنين وقل له: لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه يعنيني تطلبه، وإن قعدت أتاني لا يعنيني. كيف رأيت قولي: سعيت فأكديت ورجعت إلى البيت فأتاني فيه الرزق؟ سعيت فأكديت يعني حاولت وجددت في طلب الرزق فلم يأتيني رزق، فلما رجعت إلى بيتي أتاني رزقي في بيتي. هذه رواية كما قلت ترويها كثير من كتب الأدب، لكن القليل من هذه الكتب تروي بقية الأبيات، وهي أبيات في غاية الجمال والحكمة وعزة النفس. يقول فيها: وأن حظ امرئ غيري سيبلغه، لابد لابد أن يحتازه ديني. يعني ما كان لغيرك سوف لن تدركه، وما كان لك ستأخذه مهما منعه منك المانعون. هذا مصداق الحديث الشريف: ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك لن تدركه بقوتك. ثم يقول: لا خير في طمع يدني لمنقصة، وغفة من قوام العيش تكفيني. وما أجمل قوله: وغفة. شو يعني غفة من قوام العيش؟ يعني بلغة، يعني لقيمات. البلغة أيها السادة هي اللقيمات يتبلغ بها المرء عندما يكون جائعا، يعني يحاول أن نحن بنقول عنا بالشام عم يسكر جوعه، عم يسكر جوعته، تسكيرة جوع، هاي البلغة. البلغة، فهو لم يقل بلغة وإنما استعمل كلمة أكثر شاعرية، يقول: وغفة من قوام العيش تكفيني. ثم يقول: لا أركب الأمر تزري بي عواقبه، ولا يعاب به عرضي ولا ديني. أي أنني لا أقرب الأمر الذي يعاب به عرضي ولا ديني، فهو كما قلت فقيه ومحدث ووجيه في قومه. ثم يقول: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكيني. هذه المعاني الجميلة. الغنى غنى النفس، ولو كان المرء فقيرا، إذا كان غني النفس والله هو أعز من أعز غني، يبقى العزيز النفس عزيزا أينما ذهب. ثم يقول: ومن عدو، كم من فقير، ثم يقول: ومن عدو رماني لو قصدت له لم يأخذ النصف مني حين يرميني. كم من عدو، طبعا هذه كم أيها الإخوة، كم التكثيرية، هي خلاف كم الاستفهامية، كنت ألمعت إليها في حلقة سابقة، يعني كثيرون. وكم من فقير وكم من عدو رماني لو قصدت له لم يأخذ النصف مني حين يرميني. ويروى: لم آخذ النصف. النصف هو النصفة، الإنصاف، يعني لم ينصفني. ومن أخ لي طواك شحا فقلت له، إن انطواءك عني سوف يطويني. يعني اللي كما تقول الأغنية المعروفة: اللي نسيك انساه، فيعني اللي جفاك فجفه. ومن أخ لي طواك شحا فقلت له إن انطواءك عني سوف يطويني، إني لأنطق فيما كان من أربي
وأكثر الصمت فيما ليس يعنيني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رأيتم إلى هذه المعاني الإسلامية الجميلة التي يصوغها بصياغة أين منها الذهب. ثم يقول: لا أبتغي وصل من يبغي مفارقتي، ولا ألين لمن لا يشتهي ليني. يعني من لا يلاينني لا أشتهي لينه، على ما يقول المثل العربي: لو كرهتني يدي ما صحبتني. وهاكم خبر آخر لعروة، ولكن هذا الخبر يبرز الفن الأعظم الذي اشتهر به. عروة اشتهر بالغزل، وقد افتن بهذا الغزل تفننا عجيبا. يروى أن ابن عائشة المغني، وكان مغنيا في الحجاز، مر بعروة فقال له: قل لي أبياتا هزجا أغني فيها. فقال: اجلس. فجلس فقال: سليمى أجمعت بينا، فأين نعيدها أين؟ وقد قالت لأتراب لها زهر، تلاقينا تعالينا، فقد طاب لنا العيش تعالينا. طبعا أنا أنشدها مع هزجها، والهزج نغم رائع من أوزان الشعر يجري على هذا المنوال: مفاعيل 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 مفاعيل، ومفتاحه: أهازيجي تراتيل مفاعيل مفاعيل، سليمى أزمعت بينا، فأين نعيدها أين. طبعا لأنه يريد أن يغنيها، فأعطاه أبيات تغنى، يعني ما تستطيع أن تقراها إلا مغنى الغناء فيها، لأن الهزج فعلا نغم جميل، وهو من البحور الخفيفة المجزوءة، لذلك يسرع إليها الغناء. ما علينا، نكمل هذه الأهزوجة الجميلة. وقد قالت لأتراب لها زهر، تلاقينا تعالينا، فقد طاب لنا العيش تعالينا، وغاب البرم الليل توى العين فلا عينا، فأقبلنا إليها مسرعات يتهادينا، فأقبلنا إليها مسرعات يتهادينا، إلى مثل مهات الرم تكسو المجلس الزينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. يعني إن تمنينا المنى فكنا نحن هذه المنى التي تمنيناها. من روائع الحقيقة الغزل الجميل الخفيف اللطيف، وهو كما قلت الفقيه المحدث. ومن روائعه أيضا قوله: قالت وأبثثتها وجدي فبحت به، قد كنت عندي تحب الستر فاستتري، ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري. رأيتم أحلى من هذا التخريج؟ يعني قالت له: أنت طيب، أنت تريد أن تفضحني؟ تكلمني على ملأ؟ ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري. ثم أيضا من روائعه قوله: إذا وجدت أوار الحب في كبدي، عمدت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لحر على الأحشاء يتقد. يعني إذا أنا بردت هذا القلب وهذا الكبد ببرودة الماء، لكن الأحشاء هذه التي تتقد نارا تشتعل حبا، كيف لي أن أبردها؟ معنى جميل جدا ورائع من معاني الحب التي لا يحسنها إلا شاعر كعروة، بلغ الذروة في شعر الغزل. وإذا أردت أعلى ما يروى من غزله فاستمع إلى هذا الخبر مع أبي السائب المخزومي. يقول الخبر: كان عروة بن أذينة نازلا في دار أحدهم بالعقيق،
فسمعه ينشد: إن التي زعمت فؤادك من لها جعلت هواك كما جعلت هوى لها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. يقول إن هذه المحبوبة التي زعمت أنك مللتها هذا زعم من الزعم لا حقيقة له، فقد جعلت هواك، وفي رواية خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فأنت الذي يحب وهي التي تحب. فبك الذي زعمت بها، هي تزعم أنها هي التي تحب وأنك أنت المللت، لا، فبك الذي زعمت بها. وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها، أو يبدي لصاحبه الصبابة كلها، والصبابة أعلى درجات الحب والغرام والعشق. ثم يقول: ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها. لاحظوا هذا الحب الذي يغني عن الفراش الذي يفترشه المرء، يبيت تحت ويبيت بين جوانحي، يقول في قلبي يبيت حب لها، لو كانت تحت فراشها لأقلها، لحملها. الحب هو الذي يحمل لا الفراش، لكن الأكثر من ذلك: ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت. ما معنى وقد ضحيت؟ ضحيت أي جاءتها شمس الضحى القوية، فتريد أن تستظل. بما تستظل؟ إنه الحب الذي يغني عن أحسن شمسية. ما في داعي لشمسية، نحن نقول مظلة أو شمسية، هذه التي تحميك من الشمس. ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت إذا لأظلها. ثم يقول: وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها. يعني لو وجدت لها بعض الوساوس، وساوس النسيان، السلوى هو ما يسلو به المحب عن حبيبه، لأنه دائما هو مهتم وهو في غم وهم وشغل بمحبوبه، لكن أحيانا يعني قد يعرض له بعض السلوان بعد ما يسلوه، بعض ما ينسيه محبوبه. فإذا وجد بعض هذه الوساوس شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها، فإن الفؤاد هذا الذي ملئ حبا يشفع إلى الضمير فيسل هذه الوساوس، أي يستلها، فلا يدع عند الشاعر أي وساوس سلوى. بيضاء، شوفوا هذا بقى. بيضاء، وهذا البيت كنت أنشدته لكن في بعض الروايات جاء بعد هذين البيتين: بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. ما أجمل النعيم حين يصوغ بهذه اللباقة فيدق ويجل، أدقها من غاية الدقة، وأجلها في غاية الجلال. ثم يأتي إلى وصف آخر أو إلى حوار جرى بينه وبينها، يقول: لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى ذلها منعت تحيتها، فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا وقال لعلها معذورة من أجل رقبتها، فقلت لعلها. يقول الخبر: فأتاني أبو السائب المخزومي وأنا في دار بالعقيق، فقلت له بعد الترحيب: هل بدت لك حاجة؟ يعني تريد شيء؟ أخدمك أي خدمة؟ فقال: نعم، أبيات لعروة بن أذينة،
بلغني أنك سمعتها منه. فقلت: وأية أبيات؟ قال: هل يخفى القمر؟ قوله: إن التي زعمت فؤادك من لها. فأنشدته إياها، فلما بلغت إلى قوله: فقلت لعلها، آخر الأبيات، فمضى وقال: لعلها معذورة من بعض رقبتها. فقلت: لعلها. قال: أحسن والله، هذا والله الدائم العهد الصادق الصبابة، لا الذي يقول: إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضن وأرغب. اذهب، لا صحبك الله ولا وسع عليك، يعني قائل هذا البيت. لقد عدا الأعرابي طوره، وإني لأرجو أن يغفر الله لصاحبك، يعني لعروة. لماذا؟ لحسن ظنه بها وطلبه العذر لها. قال: فعرضت عليه الطعام، عرض على أبي السائب الطعام، فقال: لا والله ما كنت لآكل بهذه الأبيات طعاما إلى الليل. لكن آتي إلى وصف آخر من وصف عروة ابن أذينة لضعاء منى. طبعا منى التي يعني يأتيها الحجيج بعد عرفة وبعد المزدلفة ويقيمون بها أياما، أوحت لعروة بن أذينة بهذه الأبيات يصف الضعاء التي تغادر منى. يقول: ولقد وقفت على الديار لعلها بجواب رجع تحية تتكلم، والعيس تسجع بالحنين كأنها بين المنازل حين تسجع مأتم. لبثوا ثلاث منن بمنزل غبطة، وهم على غرض لعمرك ما هم متجاورين بغير دار إقامة. لو قد أجد رحيلهم لم يندموا، ولهن بالبيت العتيق لبانة، والبيت يعرفهن لو يتكلموا. لو كان حيا قبلهن ضعائنا، حي الحطيم وجوههن وزمزم. لكنه مما يطيف بركنه منهن صماء الصدى مستعجم، وكأنهن وقد حسرن لواغبا بيض بأكناف الحطيم مركم. أبيات في غاية الروعة وغاية الدقة وغاية الحنين في الوصف، أعيدها لألم ببعض ما فيها من كلمات حتى تغدو أوضح وأبين للمستمع والمشاهد الكريم. يقول: ولقد وقفت على الديار لعلها بجواب رجع تحية تتكلم. وقف على ديار منى. ديار منى هذه يعني تكون في غاية الحياة مدة هذه الأيام الثلاثة، أو فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، كما قال ربنا جل وعلا في أيام منى. وأيام منى أيام أكل وذكر ودعاء. فيقول: وقفت على الديار لعلها بجواب رجع تحية تتكلم، لعلها تحييني كما أحييها. والعيس تسجع بالحنين كأنها بين المنازل حين تسجع مأتم. يقول: العيس تسجع، العيس هي الإبل هذه التي رحلت، تسجع وكأنها في مأتم، لأن الديار خلت من أهلها، فأنت تشعر كأنك في مأتم. لبثوا ثلاث منن، ثلاث ليالي بمنن بمنزل غبطة، وهم على غرض لعمرك ما هم. هم على غرض، طبعا أيام منى كما قلت أيام ذكر وأكل، بيكون طبعا الحجيج يضحون فيأكلون ويذكرون الله ويدعون. لعمرك ما هم، ثم يقول: متجاورين بغير دار إقامة. في منى يتجاور الناس ويتلاقى الخلق من أقصى الأرض إلى أقصاها، لكنهم يقيمون
في دار غير دار إقامة، لو قد أجد رحيلهم لم يندموا، لو حان الرحيل لم يندموا، لأنهم في الواقع عندما يعني يتوجهون إلى ديارهم يكونون أيضا قد يعني اشتاقوا لوطنهم ولديارهم ولأهليهم. نعم، ومع ذلك يصف تعلقهم بالبيت العتيق، ولهن بالبيت العتيق لبانة. اللبانة هي التعلق والحب، والبيت يعرفهن لو يتكلموا، البيت يعرفهن، فليسوا هم المتعلقين فحسب، بل البيت قد تعلق بهم، ولو تكلم لأفصح بهذا الحب الذي يكنه لهم. لو كان حيا قبلهن ضعائنا حي الحطيم وجوههن وزمزم. لو أن هذا البيت حيا ضعائن، أي مسافرات قبلهن، لكان الحطيم وزمزم قد حيت وجوههن. لكن هذه جمادات، شوفوا انظروا كيف يعني دب الروح في الجماد فأنطق الجماد أو جعله يسعى ليحيي. لكنه مما يطيف بركنه منهن صماء الصدى مستعجم، لكنه في الواقع مستعجم بمعنى لا ينطق، بمعنى أنه غير حي، لا لسان له ولا نطق عنده. نعم، ثم يختم فيقول: وكأنهن وقد حسرن لواغبا بيض بأكناف الحطيم مركب. اللاغب المعيي، اللاغب المتعب، وما مسنا من لغوب أي من تعب أو شدة، والمركم الذي بعضه على بعض. نعم، طبعا هو شبه المرأة هنا بالبيضة، ببيضة النعامة، على ما ورد في قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. يعني معان في الواقع تختلط فيها المعاني الإسلامية بالغزل الرفيع الجميل العفيف الذي لا يعتوره أي مجون. ومع أن شاعرنا متخصص بالغزل وموصوف بالغزل، إلا أن شعره لم يخلو من بعض الأغراض الأخرى، من مثل رثائه لأخيه. وبهذا الرثاء أختم حلقة اليوم. يقول في رثاء أخيه: سرى همي وهم المرء يسري، وغار النجم إلا قيد فتري. وفي رواية: قيد شبري. سرى عليه الهم إذا أتى ليلا، يعني هو تكاثف همه ليلا، وغالبا المهتمون إنما يعودهم الهم ليلا. أراقب في المجرة كل نجم تعرض للمجرة كيف يجري، لهم ما أزال له مديما، كأن القلب أضرم حر جمري. على بكر، على بكر أخي ولا حميدا، وأي العيش يصفو بعد بكري. أيها السادة الكرام، بهذا أنهي حلقة اليوم عن هذا الشاعر الغزلي الرائع عروة ابن أذينة. وإلى حلقة أخرى من نوابغ الشعراء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.